جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: سمعت في برنامج نور على الدرب أن كفارة اليمين توزع على 10 مساكين، وحيث أنني قد أعطيت كفارة اليمين لمساكين أقل من 10، فهل يسقط حينئذ عني الحكم أم لا زال باقية؟ وإن كان تكرر الإطعام لشخص أكثر من مرة فهل الحكم لا زال باقية؟ والسؤال من المستمع أم محمد من الدمام. إذا وجب على المسلم كفارة يمين وأطعم عددا من المساكين لم يبلغ 10، فإنه يجب عليه أن يكمل 10، فيجب على السائلة أن تكمل 10، تطعم الباقين من 10 وتبني على إطعامها الأول، أنه صحيح. وأما تكرار الإطعام على مسكين واحد فهو إنما يجزي عن واحد ويبقى 9، ولا يجزي تكراره على شخص واحد عن 10 مهما كرره، فإنه يكون أطعم مسكينا واحدا وبقي عليه 9 مساكين. نعم.